بعض الإصلاحات يوم أمس قاموا الإخوان بمعية التجار من مالهم الخاص، جابوا المواد للبناء أو ما يسمى بالمواد الإصلاح في البناء، ورقعوا بعض الحفار اللي كتسبب العرقلة ديال السير ديال المواطن. شحال من واحد طاح هنا، شحال من مرة طاحت هنا، إلى درجة أن العيالات ما كيقدروش باقي يدخلوا هنا إلا كان الاكتظاظ. وهذا هادشي حشومة، هادشي عار، لأن الجمعية تواصلوا مع مديري المصالح واللي عندهم تفويض ديال هذا الإصلاح، وما جاوبوهمش وقالوا لهم بالمعنى الصريح ما عندناش الزفس، ما عندناش إمكانيات. إذا التاجر ولينا حنا دابا في فترة ديال اش نقول لك، فترة اللي مازال ما ارتقات المؤسسات في بلادنا، مازال ما عندناش قوانين تنظيمية. في الفترة ديال الثلاثينات أو المستعمر ولا فاش كان التاجر كيجمع الفلوس بيناتهم وكيصوبوا السوق ديالهم. وإلا جينا نعطيك أرقام أستاذ ديال ما يضخه ما تضخه المداخيل ديال المرفق العمومي سوق ثلاث اليومي، هي بالملايير في السنة، هي بالملايير. ما عندناش هاد الفلوس، ما عرفنا فين كتمشي، هي من مال العام، ما عرفناش فين كتمشي، لا ما كايناش ديمقراطية تشاركية. بغينا الناس نحاسبوهم فين كتمشي هاد الفلوس، إلى درجة أن مؤخرا ترفعت القيمة ديال الجبايات 100%. هذا إتقال، هذا من الأسباب ديال إتقال الكاهل التاجر. فين غادي يمشي هاد التاجر وكاين الكاس ما كايناش تجارة؟ مشكل عويص. أسبوع ديك السيمانة بالضبط كان عندنا واحد المشكل ديال انقطاع التيار الكهربائي على أربعة أجنحة، وناضوا الجمعيات الإخوان مشكورين، رغم ناضوا نهار الأربعاء اللي هو يوم عطلة، وناضوا ودوزوا واحد بتنسيق مع السلطة المحلية والمكتب الوطني للكهرباء، دوزوا واحد الكابل تقريبا اللي فيه واحد 90 متر لاسترجاع التيار الكهربائي. الناس اللي مقطوع عليهم الضوء اللي هما أربعة الأجنحة، هاد الكابل اللي دوزوا هاد الخيط ديال الضوء باش يرجع التيار الكهربائي لدوك الاجنحه هو غير مؤقت، ريتما يتم يحفروا ليه واحد الكولوار باش يدوزوه تحت ارضي، لانه كان تحت ارضي وكان وقع فيه واحد السيركوي كما كنقولوا، واحد السيركوي تحت الارض، وان شاء الله في القريب العاجل غيتم اصلاح داك التيار. بالنسبه للموضوع ديال سوق ثلاثه، هو موضوع شائك ومتشعب، فيه بزاف ديال النقط اللي خصها تناقش، من بينها تأهيل ديال سوق الثلاثاء. وإلا كنقولوا تأهيل ديال سوق الثلاثاء كنقولوا تأهيل السوق ككل. السيد رئيس المجلس البلدي يقول أنه سيؤهل الجناح 8، حنا مع الجناح 8 باش يتأهل، وحنا فرحانين باش يتأهل. وإلا كانت هذا الجناح 8 غادي يتأهل، راه هو جزء من السوق، ولكن كنتمناو يتأهل السوق ككل. هو الميزانية ديال التأهيل كما كيقول رئيس المجلس السابق أنه خلى 236 مليون في الفائض ديال الدورة ديال فبراير ديال الفترة الماضية، هي باش غادي تبداو. كنظن ما غاديش توفقوا باش تكملوا التأهيل ديالو ب 236، ربما تحتاجوا أكثر إلا وحولتوا بعد الموارد من جهة أخرى للسوق. بالنسبة للسوق كيعرف تهميش كما كتلاحظوا الآن معي، أنا متواجد أمام بين باب المسجد اللي هو هذا. هذا المسجد ربما واش فيه وقيله شي 20 متر ولا كاع ما كاينه فيه. السوق اللي فيه أكثر من 200 محل راه عيب وعار، كما قلنا البارح ملي درنا التدشين ديال الحفره درنا لها عيد الميلاد ديالها ديال 14 عام، عاد تواصلنا مع المجلس مرارا وتكرارا باش يصلحوها وما صوبوهاش، ونصوبوها بعزيمه ديال التجار وبمساهمات ديالهم باش صوبناها. كتلاحظوا بان الباب ديال السوق ما فيهش لا حتى البلاكه اللي كتعطي الاسم ديالو، ومن هنا كنقول الرئيس دير لنا بلاكه دير فيها اسبوعي ولا دير فيها نصف اسبوعي ولا دير فيها يومي. وكتعرفوا بان سوق الثلاثاء ديال انزكار راه كيدر مداخل كبيره للصندوق ديال الجماعه، وبالتالي هذه الفلوس اللي كتمشي للجماعه
واش سوق ثلاثة عنده نصيب ديالو ولا لا، رغم أن بعد الإصلاحات شملت هذا السوق هذا، ولكن الإصلاحات كتبقى فيها خلل لشي حاجه مجهوله تما، ما كاينه ايادي خفيه اللي ما كتخليش هاد المشاريع وهاد الاصلاحات تكون كما يليق للسوق ثلاثه. كاين هناك مشكل في ديال الكهرباء، كانت تاهيل ديال الكهرباء خصو ليه واحد 260 مليون تقريبا، ولكن لحد الان المشاكل ديال الكهرباء راه كاينه، ونهار الثلاث الفايت والبارح راه وقع واحد التماس كهربائي، جاو اصحاب الاطفاء دخلوا باش طفوا داك الحريق هذاك. وعلاش انا كنقول خص القانون التنظيمي يتفعل؟ لان القانون التنظيمي هو اللي كيسير، اللي كيعني بالتسيير ديال الجماعه، وكيترفع عليه التهميش. القانون التنظيمي راه اشاروا ليه بانها تكون اداره خاصه في السوق، رغم ان الاداره كانت في السوق وباعوها في المجالس السابقه، ولكن كاين واحد المقر هنا ديال الرتاق القديم، راه كنا درنا واحد المحاضره على اساس يكون اداره، كنا قلنا لهم مقترح على اننا احنا نصلحوه، ما البونيناش الطلب، ولحد الان هذه الاداره ما كايناش، لان الا كاينه اداره راه التهميش اللي كتشوفوه هنا في سوق ثلاث راه غادي يتحيد. هذا سوق ثلاث خصو اداره باش يترفع عليه التهميش، لان كتشوفوا المسببات ديال الحريق راه بحال الفيشان، بحال هاد التماسات الكهربائيه، خصهم يحيدوا نهائيا ويجلسوا ووفق واحد المبدأ ديال المقاربه التشاركيه، لان شفت انا في هذا المجلس السابق ما كيطبقش المبدأ ديال المقاربة التشاركية في إشراك المجتمع المدني باش نرقيو بهذا السوق هذا، لأن المقاربة التشاركية كينادي بها صاحب الجلالة مرارا وتكرارا، وكنتفاجئوا علاش هذه المقاربة التشاركية ما كتفعلش من طرف الرئيس المجلس البلدي الفاعلي الجمعويين اللي كيمارسوا العمل الجمعوي داخل سوق ثلاثة.